في هذه لحظة، وداع أخيرة، هذه لحظة الوداع الأخيرة مع وجود هذا الحشد الكبير من المشيعين الذين يهتفون ويودعون جثمان الشهيد الراحل حسين أمير عبد اللهيان إلى مرقده الأخير. مشاهد مؤثرة يتابعها الشعب الإيراني ويواكبها الشعب الإيراني ويراقبها كذلك كل الشعوب العالم، والشعوب خاصة الشعوب التي كان لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان فضلا كبيرا من خلال الدبلوماسية النشطة التي كان يعتمدها في عواصم الإقليم وفي محاولة للتقارب وتقريب وجهات النظر بين إيران وبين الدول الإقليم والدول الجوار الإيراني.